مشهد غريب وثقه أهالي منطقة أبي خليفة في الإسماعيلية لرجل يظهر واقفاً على سطح منزل وسط دخان غريب بث الذعر في قلب كل من رآه، والأغرب أنه تم توثيقه بالكاميرا من قبل الأهالي. فما حكاية هذا البيت ومن هو هذا الرجل؟ مقطع غريب انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وثقه الأهالي لرجل طويل القامة يقف ثابتاً على سطح أحد المنازل والدخان الأسود ينتشر حوله في كل مكان. أصيب الأهالي بالخوف وتساءلوا كيف يمكن لأحد أن يقف هكذا بكل هذا الثبات وبلا خوف أو حراك والدخان الأسود حوله، فمن الطبيعي أن يصاب بالتعب والإعياء من رائحة الدخان. لكن الرجل كان واقفاً ينظر إليهم بكل ثبات ومن دون حركة واحدة حتى عندما كانت تصوره الكاميرا. هذا المنزل موجود في قرية أبي خليفة في محافظة الإسماعيلية في مصر. هل تظن أن هذا هو الغريب؟ انتظر لحظة لتسمع باقي القصة. وجد الأهالي داخل الطابق الأول في المنزل رسومات غريبة وصوراً لنساء وشموع وشخصاً لم يتأثر بانهيار المنزل وبقي داخله ساكناً جالساً كما هو. قال الأهالي إنه ممارس سفلي ويفعل هذا عادةً في منزله والأهالي لا يحبونه، لكن كيف بقي داخل المنزل واللهب يمتد فيه؟ ومن هو الذي يقف على السطح بلا حراك ينظر إلى كل شيء بهدوء غريب؟ اعتقد الأهالي أنه جان من أثر ما كان يحدث في المنزل من ممارسات، وربما هو أحد من يخدم هذا الرجل من الجان. وزعم آخرون أنه ربما كان ظلاً، لكن يبقى السؤال، هو ظل من؟ اتصل الأهالي بالنجدة التي جاءت على الفور وقبضت على الرجل الموجود داخل المنزل، أما من كان على السطح فاختفى تماماً. وعند القبض على الرجل تبين أنه ممارس سفلي أربعيني يستغل نساء قريته في الضحك عليهن لعلاجهن مما يقولن إنه تعطيل الزواج وحسد ورد الغائب وإيجاد الحبيب، فكان يزعم أنه يستطيع معالجتهن وكان يعطيهن أحجبة بمقابل مادي. يزعم أن هذه الأحجبة تستطيع حل مشاكلهن، ولكن أصيب الرجل منذ فترة بهوس عقلي وأصبحت تصرفاته غريبة للغاية وخافت نساء القرية من الذهاب إليه. ويقول السكان إنه كان يمشي في القرية يتحدث مع نفسه بلغة غريبة لا يفهمها أحد ولا يعرف أحد ما الذي كان يقوله، ويمسك كوب الماء يقرأ أشياء غريبة عليه ثم يلقيه على المارة من أهالي قريته. خاف منه الناس وابتعدوا عنه حتى استيقظوا ليجدوا المنزل في حالة غريبة، رأوا نيراناً ودخاناً أسود كثيفاً فطلبوا النجدة، وأثناء ذلك لاحظوا هذا الغريب الواقف وسط كل ذلك ينظر إليهم بثبات غريب. وعندما دخلوا المنزل ليروا إن كان أحد فيه ويحاولوا إنقاذه وجدوا الرجل جالساً بهدوء ولم يصبه شيء. وبعد القبض عليه ما زالت التحقيقات معه مستمرة لإيجاد تفسير لما حدث، وظل الأهالي يشاهدون المقطع الموثق ويتساءلون من هذا الذي كان يراقب كل شيء ومن يكون؟